اللي تابعوا الافتتاحيه الصبح سمعوني عم اقول انه 90% من الامراض اللي بنشعر فيها هي امراض لها علاقه مباشره بالضغط او ستريس، خاصه الكرونيك ستريس، ان كانت اوجاع معده او وجع بالكتاف او عسر هضم او صداع الى ما هنالك. اليوم حنحكي عن مشاكل سلوكيه ايضا، يعني بالاضافه الى هالامراض مشاكل سلوكيه ثانيه مثل فقدان الشهيه او الشهيه المفتوحه كثير، الارق، القلق، وكثير من المشاكل السلوكيه اللي ما تعرض لها بفترات من فترات الحياه ومرات لوقت طويل كثير. ضيفتنا هي ريتا الحج جريجيري وهي معالجه نفسيه بتهتم بالعائله. رح نشوف شو هي هالمشاكل وكيف فينا نتخلص منها. صباح الخير. صباح الخير نادر. يعني قد ما سميتي اشياء فيها مشاكل سلوكيه ريتا، كل العالم عندها مشاكل سلوكيه، صرنا شاملين طبعاً. كل يعني المجتمع الراشد عنده مشاكل سلوكية، لأنه إلا ما يكون حدا عنده وحدة من هول. طبعاً، لأنه بخلال فترة نمونا ما حدا عايش حياة بيرفكت، يعني خالية من الصعوبات، وكلها أثرت نوعاً ما بحياتنا. يعني جرح بيترك أثر على طول بجسم الإنسان، ما في مجال بيرجع له بوقت من الأوقات بالحياة، ما في مجال. بس إمتى بيرجع؟ بيرجع لما بيكون في عامل مفجر لحتى يرجع. يعني بيكون مثل كأنه تكدس عنا اشياء، تكدس اشياء ونحن قادرين كأنه نتأقلم معه ونضلنا مكملين مسيرة حياتنا، الى ان بصير عامل مفجر وإز، يعني وإز منلاقي حالنا مثل كأنه الاشياء ما بقى تحت السيطرة. وهيدي هون انبسطت كثير لما قلتي لي انه حكيتي عن الامراض سايكوسوماتيك، يعني الامراض اللي بتبين بالجسم واللي هي اساسا نفسية، لانه قديش في اشياء بنكون خزنناها وجسمنا متذكر كل شيء، مثل الهارد ديسك، يعني مسجل كل الاشياء بالهارد ديسك. ما في واحد يمحي شيء من اللي صار معه بالحياه، يعني بيجي وقت بيرجعوا 100%. طيب شو هي المشاكل السلوكيه؟ قبل حتى ما نضيع عن الموضوع، لانه انا عندي توندونس اني اسال اسئله برات الموضوع، شو هن المشاكل السلوكيه؟ يعني طبعا بتبلش في انتنسيتي، في مش كلهم قد بعضهم، يعني مش كلهم بنفس القوه. بنفس القوه، يعني مثلا ممكن نقول ادمان، في حدا مدمن بحد صغير وفي حدا مدمن بدرجه مخروبه حياته. فكل انواع الادمان، من ادمان على الكحول، ادمان على المخدرات، ادمان على التلفزيون والكمبيوتر، ادمان على العلاقات الجنسيه، ادمان على المشاهد الجنسيه. في الموسوسين او الاشخاص اللي بضلهم نفس الفكره عم تنعاد براسهم او نفس التصرف عم بيعيدوه كل يوم وعدة مرات، مثلا يغسلوا ايديهم عدة مرات، هدول اشياء من المشاكل السلوكية. في العلاقات اللي فيها غضب، يعني قديش في علاقات زوجية او علاقات مع الاولاد انخربت بسبب الغضب وقلة التركيز على في ناس انخربت دراستها من بسبب attention deficit. attention deficit. سو عم جرب عدد بعض الاشياء في المزاج المكتئب. كمان عن غياب الطاقة، مزاج المكتئب او الاكتئاب. صح. اللي هي ممكن يكون صغير انه مكتئب شوي، وفي ناس بتلاقيهم عندهم سلوك مكتئب، يعني قاعدين كل الوقت بالبيت ما لهم نفس لا يظهروا لا يشوفوا حالة حدا، لا يزبطوا حالهم ولا يتعاونوا مع الناس ولا يشوفوا حدا من الناس. سو هيدول بنوصل بدرجات كمان قديش درجات. ممكن الانسان في غياب الفرح والسلام والطمأنينة والعلاقات السوية، كله هيدا من المشاكل السلوكية اللي ممكن تأثر على ان يكون مبسوط بهالدنيا وكون باسط الناس اللي حواليه. طيب هلا من المشاكل السلوكيه اللي ذكرتيها، في منها تمرق، يعني ماشي الحال اذا واحد كان عنده شوي شهيه مقطوعه او شهيه مفتوحه لفتره من الفترات، وفي منها بحاجه لعلاج جدي، يعني مثل الادمان مثلا على المخدرات او على الكحول، هدول بحاجه لعلاج جدي لانه بيأذوا الجسم وبيأدوا الى موت ووفاه، او الاكتئاب كمان بحاجه لادويه وغيرها. كيف بتصنفيهم لتقولي هيدي بدها علاج هيدي ما بدها علاج؟ كل شيء بيصير بطريقه كرونيك، يعني بطريقه من عاده كل الوقت، مزمنه دائمه. مزمنه اول شيء، وبعدين عم ياذيني وعم ياذي الناس اللي حوالي، هيدا اكيد بده علاج، يعني ولا يمكن تخليه. لانه بس بدي اقول لك شغله ريتا، في كثير ناس ما بيعرفوا انه عم ياذوا الناس اللي حواليهم. صح. لناخذ مثل، مثلا الغضب السريع، في كثير ناس بيلاقوا حالهم منهم غضبانين. صح. انت بتهيألك هيك، بس انا لانه معي حق غضبت، ومشان هيك هيدا يعني ما بيعرف انه هو او هي هالانجر اللي بيطلع وبيطرطش وقديش بيجرح اللي حوله النيجاتيفيتي، يعني بيطرطش السلبيه من حوله. بقول انا المقياس لما ببلش الواحد يلاقي الناس اللي حواليه كلهم عم تنفر منه. يعني اذا الناس زعلانه ومزعوجه ومتضايقه، علاقاتي منا سويه، لازم ارجع لنفسي. بالاساس ناديه، الانسان اذا ما بيرجع لنفسه بيفكر انه شو اللي مش ماشي صح. طيب اذا مش ماشي صح لازم اعمل شيء. فمثلا البرنامج اللي عم تعمليه هلا، اللي عم نعمله هلا، هيدا توعيه، هيدا الناس عم تسمعه وتحضره وتقول يه
انا عندي علاقات مثلا مع زوجي مش مزبوطه، مع اهلي مش مزبوطه، مع اولادي مش مزبوطه، طيب خليني ارجع لنفسي. اهم شيء اذا الانسان بلش من نفسه وطلع حاله ببلش التغيير. يعني التغيير ببلش لما نحن بنصير واعيين على انه نحن بنعاني من مشكل 100%، او اللي حولنا بوعينا، او اللي حولنا بيقلنا انه 100%. انتبهي انت عم تصير عم تنرفزي كثير بسرعه، او عم توسوسي كثير على الاولاد. يعني لما بتقولي بيرجع لنفسه، طب شو بيقدر يغير؟ هو مش كل الأوقات هو مرينا فيه بالحياة، مرات ما فينا نغيره، ما فينا أكيد. يعني أنا بقول لهم في عندي جرح هون وقعت مرة أنا وصغيرة، ما فيني أشيله، يعني بعده موجود بجبيني وما رح يتغير محله، بس انشفى. وهيدا الفرق بين الإنسان ليش بيكون سلوكه. يعني لو كان ما انشفى هلأ، كان بعده زعجني، كان بعده موجعني، كان بعدني متضايقة، كان يمكن نعمل عمليات كرماله. فمشان هيك لما بيكون في شيء مزعج وعم بيوجع ودائم، هون ببلش لا لازم روح عند حدا شوفه يساعدني. بينما اذا كان خلص تعالج ومشي وانا مكمله حياتي، معلم اكيد ما في شيء بيروح، ما في شيء بينمحى. يعني كل اسباب هدول المشاكل السلوكيه هي ظروف مرينا فيها بالحياه ورجعت جروحات والام تكدست تكدست وتكدست. انا بسميها مثل طنجره البريستو، نادر انه مضغوطه وما في شيء مطرح منفس والنار تحتها، ونحن عم نغلي من جوا من جوا. اخر شيء بدها تبج بشي طريقه، بتبج بهدول السلوكات. يعني فينا نعمل كنترول على يا ريتا؟ ابدا ابدا، الا ما يصير في عنا تنفيسه بمطرح معين، بلش نفرغ من هالبريستو او ننفس منها بطرق معينه لنبلش نقدر نكون. ما هي الهدف الاخير نوصل انه نسيطر عليها. طيب قولي لنا كيف بدنا نسيطر عليها، كيف هي الطرق المعينه اللي فينا نسيطر عليها او ننفس الاحتقان؟ اوكي، خلينا نبلش بالاول انه هيدول الاحتقانات اللي موجوده بتبلش من نحن وصغار. يعني مش انه هلا لانه جوزي حكاني بهيدي الطريقه انا ما عاد فيها وعملت ديبرشن، عملت اكتئاب. ما بعمل اكتئاب لانه بس حدا حكاني كلمه، فهي اشياء مجمعه. مشان هيك هي محتاجه لعمليه تفريغ او تنفيس، خلينا نسميها التنفيس. ببلش بانه اول شيء بلش لقي حدا وثق فيه وخبره قصتي، وهذا الشخص يعرف يعطيني كومفورت او يعطيني مواساة يواسيني. يعني يعرف انه ألمي إلي حق احس فيه، إلي حق انه كون تألمت بهذا الشيء. بس اذا بضلني هون كارثه، اذا بضلني هون بقعد بندب على الاطلال كل حياتي وما بتقدم، وبالعكس بفوت باكتئاب اكثر. فمشان هيك لازم كمل الى ما بعد هيك. مثلا اذا في حدا عندي علاقات غير سويه معه، بدي بلش بعمليه الغفران، انه اغفر للاشخاص سامحي. اللي اساءوا لي، انه سامح لهم. والمسامحه ما بتصير، في ناس بيقولوا لي خلص سامحته، بس المسامحه ما بتصير مره، لانه مرات بيكون الاذيه كثير كبيره، فمحتاج لعمليه تجديد القرار. هي المسامحه من اصعب القرارات اللي فيك تاخذيها ومن اصعب الامور لتنفذيها. في ناس بيقولوا لي ما بدك تكوني يعني صرتي بمرحله ثانيه من الحياه لتسامحي، خاصه يعني لما عم نقول تسامح او مسامحه، هي مسامحه اشخاص اذوكي بمحل 100%. وهي هي النقطه ناديه انه لما الواحد بيحمل ضغينه على شخص اخر، اكثر شخص بينأذى هو اللي حامل الضغينة، صح. مش الشخص الآخر، لأن الشخص الآخر ما بيحس بالضغينة اللي أنت حاسة فيها، بس هو بيكون عم يتوجع وعم يتألم. مشان هيك منشجع الناس أنه ياخدوا هيدي الخطوة. بيكون وزن عليك وبيأذيك لإلك، هذا الوزن كل وقت بكون عم تفكري فيه، بيأذي علاقاتي، بيأذي طريقة تفكيري، بيسممني. خاصة الناس اللي تعرضوا للكثير من الكلام السلبي، يعني أنت مش طالع من أمرك شيء، أنت مش ظابط، بيطلع بعدين هو هيدا الشخص أول شيء حائد على الشخص اللي سمعوا هيدا الكلام، وبعدين هو بحس بيقتنع مثل كأنه مريته بتكون هيدا الشخص اللي سمعوا الكلام السلبي. أنه أنا ما طالع من أمر الشيء، وبصير يعيدون بكررون، مثل الأم اللي بتسمع حالها عم بتكرر الكلام اللي سمعته من أمها لأولادها. بصير منرجع منعيد نفس السدي اللي تسجل عنا. بس هو بيعيدهم مع أولاده إذا كان سمعهم من أهله، ولا بيعيدهم مع كل العالم؟ يعني هالحقد اللي حمله أو الضغينة اللي حملها بتكون عنده ضغينة على كل الناس اللي حوله. بالأرجح أول ما بننحط تحت ضغط بيطلعوا كلهم، بيطلع هذا الكاركتر، بيطلعوا. يعني يمكن ما يطلعوا مثلا لما بيلتقى بناس على الطريق، بس لما بعلاقات قريبة، مثلا لما بصير في صداقات قريبة، ليش بأغلب الأحيان بصير في بعدين جروحات وأوجاع؟ لأنه
وصلوا لمرحله صار في شوي ضغوطات، صار في مطارح عم ندق باوجاع بعضنا، فبيطلع القديم، بيطلع السي دي القديم، بيطلع انا ما بينفع، ما بنفع، انا ما بنحب، انا اذا امي ما حبتني انا رح احب نفسي، انا اذا زوجي ما حبني انا رح اقدر احب الشخص الاخر او حدا اخر رح يحبني، ففي سيديات عم يرجعوا ينعادوا، وهيدول اللي محتاجين انه نفرغهم ونحط شيء ثاني محلهم، نحط مشاعر ثانيه، مشاعر ايجابيه، مشان هيك محتاجين لمرايه جديده، يعني محتاجين لاشخاص جديد يكونوا مرايتنا، يقشعونا بطريقه مختلفه، لانه شو بسموها فورماتينج؟ شو بسموها فورماتينج؟ هي ما نسأل الناس بالكمبيوتر بس بتصور ايه فورماتينج، بس بالفورماتينج لا صار كلنا بدنا علاج اذا بالفورماتينج ناتجه في معلومات بتنمحى، المشكله انه بالنفس الانسانيه المعلومات ما بتنمحى، يمكن بننسيها بس بتتسجل بمطرح ثاني، بتكون هيدن اذا بدك، حتى نحكي بلغه الكمبيوتر، موجوده ولازم نتعامل معها، فإذا قلنا إنه ما في ديليتد ايتمز بنلاقيها بس بدنا اكزاكتلي طيب لكن أول شيء بداية إيجاد شخص ممكن إنه يواسينا بمشاكلنا، ثاني شيء نسامح الباقيين نتخلى عن الضغينة والحقد الموجود بداخلنا. صح. الخطوة الثالثة أنا بشجع الناس بالعادة إنه يشوفوا شو عندهم مواهب ويبلشوا يطوروها ويطلعوها لبرا، بصيروا كلهم بيغنوا هلا مثلا، غنى، ميوزك، رسم، مشي بالطبيعة، كل شيء موهبة الله عطينا إياها حلو انه نستخدمها هوبي اكثر، يعني انه هوايه اكثر من هوايه ممكن تكون، وممكن تكون شيء تالنت، يعني شيء انا بعرف ارسم بس مش ضروري اروح ارسم وحط بمعرض، يعني بس عم برسم لنفسي لحتى اطلع طاقاتي ومواهبي، يمكن عم بهدي ناس اخرين هدول الرسمات تبعي، ما في حدا ما عنده شيء، يعني هيدي خدعه مرات بنفكر انه انا ما عندي شيء، كل شخص عنده شيء الله حطه فيه، في ناس بيكتبوا حلو، كل شخص الله حاطط فيه شيء يعمله، لما منطلع طاقتنا بمكان ايجابي، بمكان بيعطينا قوه بيعطينا، فهيدا بيساعدنا كمان انه ننفس البريستو او نفرغ الخزان المليان بالبشاعه اللي خزنناها بحياتنا. كمان حتى اكمل عنك سبقك، لما بنوصل لمرحله مثل ما قلنا في مراحل، يعني ما فينا من الاول نبلش نساعد او نغفر من دون ما نكون فرغنا بالاول، المرحله اللي كثير مهمه انه من بعد ما اكون عملت مشوار انه بلش انا مد ايد المساعده للناس اللي تعرضوا لامور سيئه بحياتهم. لما انا بنشفى وبمد ايد المساعده للاخر وبنتشل الاخر من مكان موجعه او مكان زعجه، بلش يجيني كمان قوه انه انا حياتي لها معنى، انا موجود على هالارض عم بقدر اعمل فرق بحياه الناس التانيين، انا مش موجود بس هيك لاكل. كثير ناس بيتطوعوا بيلاقوا بالتطوع، يعني بجمعيات او باي عمل، بمدارس، باشخاص بحاجه لهم، بحسوا حالهم ارتاحوا لانه عطوا مجانا بس من كل قلبهم لهالناس اللي بحاجه لهم. البشريه محتاجه لبعض، فلما بنمد ايدنا لاي كيس معينه، وفي كثير، يعني العالم مليان بالاوجاع، مليان بالالام، بس اسعد ناس دون شك، يعني انا بكل مهنتي اسعد ناس قابلتهم بحياتي هن الناس اللي بتطوعوا ليساعدوا غيرهم 100%. بكونوا سو هابي اباوت ات، هالقد عندهم من جوا هيك رضا عن نفسهم انه تحسيون مترفعين عن الدنيا، يعني ماشيين فوق الدنيا، عندهم سبب يعيشوا كرماله وهيدا سبب جايب لهم فرح، اصلا العطاء دائما افضل من الاخذ. يعني الناس عم تاخذ اكثر لما تعطي، بتلاقيها كل الوقت في بصير في سدي عم ينعاد انانيه، اعطوني اكثر اعطوني اكثر، ما عم بشبع، بس اللي عم يعطي بتلاقيه فرحان ومكتفي باشياء صغيره وممتن بحياته لاشياء صغيره ومبسوط فيها، فعنده شكر دايم بقلبه عم ينعاد كل الوقت. هيدي وحده من الاشياء اللي بدنا نوصل لها، انه الشخص اللي عنده يبلش يمتن، يعني يمتن مثلا انه عم يقدر يقشع، يمتن انه عم يقدر يمشي، يمتن انه عنده بيت فوق راسه، وقديه في ناس هلا مشرده وبلا بيوت وقاعده على الوحل والتراب ففي كثير اشياء بحياتنا نمتن لها، لما منبلش نفكر كل الوقت شو ناقصني؟ شو ناقصني؟ ناقصني سيارة أجدد موديل، وناقصني تقم أفضل ببيتي، وناقصني فستان أجمل للسهرة، لما ببلش فكر شو ناقصني، مش غلط هيدول الأشياء، بس لما ببلشوا يعيدوا ويعيدوا خاصة النسوان على طول ناقصنا فستان للسهرة دائما بدنا شيء جديد بس لما بنبلش نفكر دائما كل الوقت شو ناقصني، ببلش كل الوقت يمتلي كاس السلبية. في ناس بيتبعوا سياسة انه بس يفيقوا الصبح كل يوم يذكروا حالهم هن شو عندهم، يعني يقولوا مثلا بشكر الله انه الحمد لله انا عندي عائلة بصحة منيحة، الحمد لله بعدني قادرة افيق وشوف، الحمد لله بعدني عايشة، الحمد لله ما في امراض مستعصية حولي، يعني ولما ببلشوا بهيدي الطريقة تذكير النفس بالاشياء الحسنة، الكباية بترجع بتمتلي أكثر وبتمتلي بالإيجابية، أصلاً نحن كلنا سوا الإناء ينضح بما فيه، يعني إذا كل الوقت أنا الإناء تبعي عم ياخذ أشياء سلبية من الأخبار، بيقولوا لك حتى إنه الناس اللي بيسمعوا كل الوقت أخبار سلبية بيصاروا لمرحلة حتى اكتفيتهم
تنحني طبعاً. حتى بيصير عندهم وجع راس كرونيك تنرجع للاشياء الجسديه يبعدوا عن السياسه هي وحده من الاشياء اللي بنقولوا اكيد انا ما خصني قلت بس اذا الاخبار السياسيه كل الوقت تزعجوا. محزنه وبتزعج وعم بتضايق وما في كيس من وراها تنرجع للكيس يعني انا عم بسمع بس حتى انهم طبعا افضل اني بعد بس اذا عم بسمع لحتى افكر بسوليوشنز لحتى افكر بحلول لا اكيد دائما حلو انه نعيش انا بدي زيد وحده على الاشياء اللي قلتيها اذا خلصتي بعد فيه تفضلي في لا بدي اقول انه تعاشري الناس البوزيتيف يعني الناس اللي بيعطوكي طاقه ايجابيه لانه هن ايجابيين وبفكروا بشكل يعني متفائل مش المتفائل يعني اللي بيروح على السذاجه بس اللي بوزيتيف مش اللي بيعطوكي الطاقه السلبيه كل الوقت بنقوا او كل الوقت وردة او كل الوقت بدك توسيهم لانه هول بيسحبوا منك الطاقه وبتعبوكي 100% انا بقول بنعمل توازن يعني بنعمل توازن بين انه يكون في عنا علاقات ايجابيه عم بتجيب لنا طاقة لحياتنا اليومية وبين هيدوليك الناس السلبية اللي بدنا نوصل لعندهم لحتى نمدلهم إيد المساعدة ونطلعهم إذا منروح لعندهم وبدنا نفوت معهم بالمغطس تبعهم يعطينا العافية أنا بحب زيد شغلة إيه يلا سريعا لأنه خلص وقتنا أنا بحب زيد بس إنه إذا شخص كمان بيطلع على خلقه بيطلع لفوق وبياخد قوة من إنه جمال اللي خلقه السماء والأرض والأشياء الحلوة كمان بياخد قوة لحتى وطبعا كلنا محتاجين بعضنا الإنسان محتاج أكيد. الشخص الآخر والإيمان بالدرجة الأولى بيعطي قوة الوقت سريع كثير نادرة معك أهلا وسهلا فيك أتمنى يكونوا استفادوا المشاهدين من هالأجواء الإيجابية بعد البريك رح نكمل خليكم معنا